بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سأسرد بعض آيات كريمات من سورة القصص متصلة بالصالحين من أهل الكتاب حين يتعرفون على القرآن، سواء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو ما بعد ذلك إلى قيام الساعة. على كل حال، ربي وصفهم في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني التوراة والإنجيل كانوا على علم بها أو بواحد منها. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به مؤمن، أي بهذا التنزيل وبهذه الرسالة موقنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، وكل ما تصلهم آيات بينات يقولوا احنا رانا مسلمين بهذا، لأننا كنا على علم لما تأتي رسالة خاتمة نبيها واسمه محمد أو أحمد عليه السلام، والكتاب الذي سينزل عليه سوف لا يمسه أي خلل ولا أي التباس ولا أي تحريف. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، يعفو ولا سوف لا يمس، ولهذا ما عندهمش حتى موقف في شك تجاه القرآن، فيأخذونه برمته كما نزل. بكر مقعد بكر لا يمس لا إنس ولا جان ولا أي كائن من المخلوقات. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، يعني شوف يهود ونصارى يعني خيم من آلاف الملايين من المسلمين عبر التاريخ، والنصارى اليهود الحقانيين هم مسلمون والحمد لله. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين، أو تأكيد على ذلك، لأنهم فما سبميشن، فما تسليم لله وحده لا شريك له، ويقولوا آمنا وأطعنا، ولا يقولون كما قالت اليهود في أغلب الأزمان آمنا وعصينا. فلا يمنوا اللي فما رسالة ولكن يعصيها، يعني يقلبوا الموازين ويعصوا ربي هكا منا بكل وقاحة والعياذ بالله. وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين، مش قالوا سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا. أولئك يؤتون أجر مرتين، لأنه أجر من المرة الأولى كونوا كانوا من المهتدين من يهود ونصارى، ثم انتقلوا إلى فترة إسلامية كاملة كما ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى، فلهم أجر الأولى ولهم الأجر الثاني من الحالتين. أولئك يؤتون أجر مرتين، وقد رأينا هذه الخيرات للناس هذم الأبرار. أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. صبروا على ايش؟ صبروا على فساد اليهود والنصارى، كانوا يعاشرهم ويعرفوا من خفاياهم ويعرفوا المزاج نتاعهم ويعرفوا المخطط نتاعهم ويعرفوا كيفاش ياخذون الآيات ويخلوها من إطاريا من سياقيا، وكيفاش يجعلوها قراطيس وبعد يبيعوها بثمن بخس، يعني ناس مدنيين على حساب الدين. أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، والأخلاق المسلمين عموما، يعني كل ما يؤذينا نحن نحسن بصبرنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يهديه ويجعله مثلنا. أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم. يعني هنا الإسلام يجب يكون عند اليهود والنصارى ومكلة خير من عند المسلمين الذين يرقوا كلهم جعجعوا لهم كلهم، يرفعوا في الناشين ويرفعوا في الغرايات ويرفعوا في رموز هكا وسلوبونات وهي جوفاء وهم أجوف منها والعياذ بالله. والسلام على من اتبع الهدى.